كنت سامعين واحنا بتكلم معاك قبل الفاصل، كان في يمكن مجله وشوشه كانت عامله تكريم خاص، ويمكن موسيماني المدرب الرائع قال كلمه خاصه، يعني كان موجود في وشوشه ليه تكريمه وبعض لاعبي النادي الاهلي، لكن يعني انفرد كده بشكل خاص لجماهير النادي الاهلي. تعالوا مع بعض نشوف موسيماني قال ايه ونرجع مع حضرتك. Thank you very much. I'm humbled. I'm just happy to be nominated. For me, when you are nominated, you are already being recognized. It means your job is recognized. It's not about who wins it. It's about being here. Thank you for being here. And I represent Ali. بيقول شكرا جزيلا. ووجودي هنا ده معناه، هو طبعا سعيد وجودي هنا معناه ان شغلي تم تقديره، ان انا هنا موجود هنا، انا سعيد موجود في التكريم ومثل النادي الاهلي. Was difficult. You don't easily win the Africa Champions League. If it was that easy then everybody could do it. So it shows how difficult it is from all the continents in Europe. It's very difficult to win the Champions League in South America everywhere. So we won it 7 years. We've been waiting for long. We've been to 2 cup finals, but this was the time for us now, and God helped us to achieve it, and we are happy. طبعا هو اكيد صعب مش سهل، اما كان كل فرق ممكن تكسبها. احنا عارفين بقى لنا 7 سنين منتظرين، وصلنا مرتين نهائي، والنهائي البطوله القاريه للانديه دي بتكون صعبه في كل القارات، سواء افريقيا او امريكا الجنوبيه او في اوروبا او في اسيا، بس احنا وصلنا وتاهلنا وكسبنا، وربنا ساعدنا وكسبنا اللقب السنه دي. Well, what else do we want? We want to win everything. You know, so let's try and see if we can match the past history of Ali, and we are just beginning, so let's hope for the best. طبعا ربنا يسهل، نحاول نكسب كل الالقاب، حاجه تتناسب مع تاريخ النادي الاهلي. احنا بنعمل قدر استطاعتنا ونحاول ندي احسن حاجه عندنا عشان نحقق افضل الالقاب. Ali fans, give us time. I know in football you don't have time, but we do our best. The boys are trying, they want to write their own history with the Ali club, like the past legends of the Wild Goma, Butrika and them. So hope, and Manuel Jose. So hopefully we can match that standard, but so far so good. We love them. بيقول جماهير النادي الاهلي يا ريت تدونا وقت. طبعا وقت في كره القدم صعب، بس احنا محتاجين وقت عشان نحقق الالقاب الكبيره زي اللي حققها ابو تريكه وجيل وائل جمعه وجيل مانويل جوزيه. طبعا دي عشان حاجه تناسب الاساطير القديمه، احنا نعمل حاجه تناسب تاريخ النادي الاهلي بقى.